السلام عليكم صحباتي حباباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه الحمد لله. اليوم جيت نوجد معكم واحد الكيك، عادي كيك يعني كنوجدو انايا، كنديرو في هذا المول هكا. كنتمنى من الله يعجبكم وهانتوما معايا. عندنا في المقادير عندنا 4 البيضات، كاس الحليب، كاس سنيدة، كاس زيت، 2 خمارات، فاني. عندنا هنايا 2 كيسان ديال الفورس، يعني عبر ديال كاس العنبة. وهنا غندير معاه الكاكاو، يعني نص غنديرو بيض ونص غندير فيه الكاكاو. وعندنا هنا قشور الحامض وانتوما معنا. نبداو على بركة الله. هنا عندنا انا درت البيض هنايا ودرت معاه واحد القبيسة ديال الملح. دابا غادي نديرو الفاني، وغادي نديرو معاه قشور الحامض محكوك. نديرو سنيدة، صافي، وغادي نضربو. بعد ما طربت البيض وسنيدة والفاني، دابا غادي نزيد عليهم الزيت وغادي نزيد الحليب. بعد ما جميع العناصر دامجوا مع بعضياتهم، دابا غادي نزيدو الدقيق بشويه بشويه. المهم عندنا 2 كيسان ديال العلمة ديال الفورص، انا غادي نقسم هاد الخليط، غادي نقسمو عليه 2، نص غادي ندير نخليه بيض ونص غادي ندير فيه الكاكاو. غادي نرجع معكم بعد ما دامج ليا الدقيق مع الكيك. هنا قسمتو على 2، هنا غادي ندير ليه الكاكاو. تقريبا هنا شي 2 معالق كبار ديال الكاكاو باش يجينا هذاك اللون اللي بغينا. الخليط الاول الابيض ها هو درتو في المول، دابا غادي نزيد عليه هذا. صراحة تقعلي شي شويه مع الكاكا.
الكيكه ديالنا. دابا غادي نديها للفران وان شاء الله ملي طيب هانتوما معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال اليوم. هاد الزواق اللي درت ليه من الفوق هنايا درت ياغورت ديال الشكلاط كيدير 2 دراهم راه معروف، وهنا درت حبيبات ديال الشكلاط ودرت شكلاط ابيض حكيته من الفوق بالحكاكه. صافي هادشي اللي درت. المهم داكشي اللي عندي في الدار درته، نقطع معاكم وتشوفوا كيف جات. بسم الله. صراحه ما عنديش هذوك التفاصيل اللي لي طوال، عندي غير هذا نحط فيه. هاي كيات كنتمنى الله انكم تجربوها وتعجبكم، ديروا بها الكوكتيل وليداتكم وبالصحه والراحه.